السبانخ مش دايما لازم ناكلها مطبوخ، السبانخ ممكن نعملها سلطة. هنعمل لكم النهاردة سلطة السبانخ. في بولة فيها ربع حزمة سبانخ، هننزل عليهم بست معالق زيت زيتون سخن، هنضيف عليهم بصلة كبيرة مقطعة شرايح، هنضيف عليهم الزيتون المخلي، هنضيف عليهم جبنة فيتا مقطعة مكعبات، هنتبلها بالملح والفلفل، هننزل عليها بالخل البلسميك، وفي الآخر هنزينهم بقطع الجبنة الفيتا والعيش المحمص ونقلبهم. خليكي جديدة وجربي دايما وصفاتنا. عملنا لكم النهاردة وصفة السبانخ، دايما ما تنسوش الوصفة عندنا. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفة.com.